فمعكم امتحان السبت الجاي. طلاب لا دكتور، السبت الجاي معكم امتحان مو؟ لا دكتور ما عندنا. إذا ثبتوا لي السبت الجاي امتحان إن شاء الله بتوقيت المد الثاني، راح يكون السبت الجاي إن شاء الله. نبدأ درسنا اليوم، راح ناخذ على الكوست كنترول اون بروجكت ليفل. ندخل بالموضوع مباشرة. احنا مثل ما تعلمنا سابقا جدول تقدم العمل حتى نستفيد منه، مو فقط في المتابعة الزمنية وايضا حتى نستفيد منه بالكروس كنترول. البار تشارت هذا مر عليكم سابقا، اللي هو بي البلان والاكشوال مخطط والفعلي، مخطط اللي هو هنا بالاخضر والفعلي بالرصاص اذا لونه واضح عندكم. في هذا المشروع اللي مدته 80 يوم بفعاليات اللي هي الاي والبي والسي الى الان. كل فعاليه من هاي الفعاليات مثل هاي الايرث وورك بي اكثر من عنصر يدخل بيها. خلنا ناخذ مثلا الايرث وورك. الايرث وورك اذا تشوفون هاي الارقام اللي فوق، هاي الكودات مال العناصر اللي داخله بيها. تشوفون هنا الواحد، هذا الواحد يمثل كونكريت، الاثنين الفورم وورك اللي هو هنا الاثنين، ثلاثة ريفورس، الأربعة بريكلين، إلى الأوفر هيد كوست. فلما نجي على الإيرث وورك أعمال حفريات شبيهة بها الكود رقم ستة. رقم ستة اللي هو شنو؟ اللي هو الإيرث وورك، أعمال الإيرث وورك يعني. وايضا بها الكود رقم مش قد 88 الاوفر هيد، هي المصاريف الاداريه. نجي على الفاونديشن بها كم كود؟ بها الواحد والاثنين والثلاثه، الواحد الكونكريت واثنين الفريم ورك اللي هو القالب، وثلاثه رينفورس اللي هو حديد تسليح، وكلهن مشتركات طبعا بالاوفر هيد اللي هو 8. وهكذا باقي الفقرات. زين، فهسه هنا عندنا الكوست بالايرث وورك. ايش عندنا؟ عندنا بوينت 9 الكلفه مال الايرث وورك، والبوينت 1 الكلفه مال شنو؟ مال اوفر هيد. مجموعهم ايش قد؟ هاي المجموع الافقي مال فقره واحد، يعني 1 مليون، يعني حسب الوحدات الموجوده عندي. اوكي، هاي بير الف. زين، نجي على الفقرة الثانية، نجي على الفاونديشن بها أعمال كونكريت ب5000، وأعمال قالب 6000، وأعمال حديد تسليها ب7000، وأعمال الأوفر هيد اللي هي نسبة تؤخذ يعني حسب، يعني مو موضوعنا هذا، حسب تقديرات المهندس، مرات ياخذها نسبة من العمل، مرات ياخذها مقطوعة يعني. فمجموع هنا 2، وهكذا ننزل باقي الفقرات. الفلور سلاب المجموع ماله 80، البريك وورك مجموع مالته 16 الى اخره. زين، هذا المجموع الافقي مع الفقره. اكو عندنا مجموع كوموليتيف عمودي لو كانت هاي بالاسابيع. فالاسبوع الاول ايش راح نصرف احنا بالمخطط مالنا؟ نصرف الايرث وورك ما عندنا كل شيء فيه بالاسبوع الاول. العفو، اسف، هاي فقط المجموع الافقي. فنجي هنا اعمال الكونكريت اللي هو واحد، مجموعها بالمشروع كله بموجب بلاين 23، والكود اللي هو رقم 2 والفريم
أعمال قالب مجموع الكلي ماله اللي هو العمود 27 وهكذا. إذا أفقيا الفقرة والعموديا كل كود على حدة، كل عنصر من عناصر الكود. لو فرضنا هسه احنا عندنا بالسؤال واصلين احنا الى الاسبوع الـ52، نريد نعرف بالـ52 نريد نعرف ايش قد عندنا المخطط وايش قد صار عندنا الفعلي، ايش قد الفارينس مالته، الاختلاف بين المخطط والفعلي. نرجع هنا على المخطط، نشوف اولا الفعاليه اي الاكتشوال والبلان. اوكي مثل ما هي الاكتشوال، هم حتى نثبت هذا الموضوع، الاكتشوال ناخذها منين؟ ناخذها من من السجلات اللي عندنا. يعني انا مخطط اصرف هنا، مخطط اصرف هنا على اعمال الايرث وورك 1000، لكن فعليا ايش قد دا اصرف؟ يجوز اقل او اكثر. او من باب اخر الكود مالي هذا اللي هو واحد بموجب المخطط مالي مجموع المخطط انه اصرف عليه 23.3، يجوز اصرف على 23 فعليا 0.3، ويجوز اكثر ويجوز اقل. فهذا منين تجي؟ من الواقع اللي دا اصرفه. بس الارقام اللي هنا موجوده ذني كلهن بموجب المخطط، وهذني ايضا مخطط. الفعلي هنا نازل، يعني شوفوا انا مخطط هاي فعال الاعمال الكود الواحد اللي هي الكونكريت اصرف عليه ايش قد؟ 23، لكن فعليا انا ايش قد صارف عليه لغايه الاسبوع ال 53؟ صارف عليه 0.3. نجي على الايرث وورك اللي هو ايش قد؟ 6 6.9، هذا 6.9، لكن فعليا ايش قد صارف عليه؟ 0.4، اقل من اللازم. العفو هذا الاكتوال صارف عليه 0.5. اذا هنا انا صارف اقل من المخطط، وهكذا. نرجع هنا الفعاليه اي، اني حاليا بالاسبوع 52 والفعاليه بموجب المخطط تخلص نهايه الاسبوع الرابع، وفعليا انا مخلصها. فايش راح نسوي هنا؟ نسبه الانجاز مالته ايش قد فعاليه اي؟ 100%. اذا المخطط راح يبقى مثل ما هو 0.9، تنزل مثل ما هي هاي 0.9، وال 0.1 ايضا تنزل مثل ما هي، والواحد ينزل هذا ينزل مثل ما هنا. اوكي خلصنا الفعاليه بي هم 100% خلصانه، الفعاليه سي 100%، الحد الفعاليه ايش قد؟ اف ايضا خلصانه 100%. نرجع على الاف نشوفه لغايه الاف 100%، نفس الارقام اللي موجوده هنا بالاف اللي هي ايش قد عندنا؟ الاف اللي هي 15 عفوا الاثنين الاثنين والثلاثة والأربعة والواحد يصير مجموع 10، تنزل مثل ما هي. أوكي نجي هنا على الفعالية ايش قد؟ الفعالية جي، الفعالية جي مثل ما تشوفون هاي الفعالية جي، المخطط مالها خلصان، بس فعليا هو أنا ما بخلص، فلازم نعيد المخطط. زين المخطط مالنا هنا كم أسبوع؟ احسبوا وياي، يعني هذا المخطط القديم المفروض يخلص لغاية نهاية 52، بس واقع الحال أنا صار عندي التعديل على الجدول، فالفعالية عدلتها صارت هاي فعليا. فخلينا نشوف كم أسبوع اشتغلنا، 1 2 3 4 5 6 7 8
تسعة، عشرة، 11، 12. 12 أسبوع إحنا منفذين منها من مجموع 14، فنقسم 12 تقسيم 14. 12 تقسيم 14 ثاني ايش قد؟ في 100 راح يساوي لنا 85.7، يعني تقول 86، يساوي لنا 86 اللي هي هاي 86%. لما ننزل الكلف مال الكودات مال الفعالية جي، لازم كل فن نضربها بش قد؟ 0.86 اللي هي 86%. نرجع على الجي اللي هي هاي الجي، عندنا 13 نضربها في 0.86 راح يطلع لنا 11.2، 3 نضربها ب 0.86 يطلع لنا 2.58، وبالنتيجة مجموعهم راح يصير 13 وليس 16. نجي على وراها، ورا الجي ايش عندنا؟ الاتش. الاتش ايضا صار بيها تغيير. هي سابقا كانت اسبوعين، اربعة، ستة، بما انه تاخرنا فبالمخطط كابسينها مسوينها 4 اسابيع. بس 4 اسابيع لغاية ال 52 نزيد منها خمس اثنين اسبوعين، وباقي لنا اسبوعين، فاثنين من اربعة يعني زيادة 50%. نفس العملية هاي، 50% هاي اضربها بمن؟ اضربها قلنا بالفعالية اتش، هاي الاتش نضربها الاثنين في 0.5 يطلع واحد، الواحد في 0.5 0.5. بعد ايش عندنا؟ هذا احنا ايش قلنا؟ الاتش الاوفر هي ثمن واحد اضربها في 0.5 فيصير نص، المجموع راح يصير 2. الفعالية اللي بعدها اللي هي الاي، الاي كاملة 100%، هاي الاي كاملة، هاي الاي كاملة 100%. نجي على وراها الجاي، الجاي المفروض اني باديها بيها بالاسبوع الخمسين، بس واقع الحال انا ما بديت بيها الا بالاسبوع ثلاثة، يعني بداية 53، نهاية 52. اذا هنا انا ما عندي اي شيء صارفة، فايش راح يكون عندي؟ نل. اوكي، نيجي على وراها الكي، واحد من مجموع المتبقي ايش قد يصير؟ 6.6، ايضا راح نضربها وتطلع بالنتيجة. ورا ما نكمل راح نجمع عموديا، هنا ايش قد راح يصير المخطط عندنا؟ 23.3، بقى مثل ما هو، بقى مثل ما هو، هنا 27 بقى مثل ما هو. المهم نوصل، التغييرات راح تصير عندنا في بعض المكانات، مثلا هنا الخمسة و12.6، بس واقع الحال عندي هنا 10.6، هنا كان 12.6، هنا 12.6، هاي خمسة، في حين هنا الخمسة ايش قد صار؟ 10.6. اوكي، الاكتوال مال ايش قد؟ السجلات 11. ورا ما ننزلهم كلهم نبدا 23 ناقص 0.3 ناقص 23 طلع لي 0.3. هذا الفيرينس بالموجب، معناها هنا اكو سيفنج. هنا 27.4 ناقص 28 هنا بالسالب، 31.9 هنا ناقص 33 بالسالب ايضا 1.1، هنا 12.23 ناقص 12.5 ايضا بالسالب، وننزلهم كلهن، وهذا هيك راح يصير عندنا العمل. طبعا نركز انه هاي لغايه الاسبوع ال 52. اذا اجاكم سؤال اريد كوست كنترول الى نهايه المشروع، بهيك حال ايش راح يصير؟ راح يصير كله 100% هنا، لان المشروع كملان، فكل راح يصير 100%. فبهيك حال راح ننزل الارقام البلان مثل ما هي، ننزلها از اتس ونقارن بيها الاكتوال. وضحت الفكره بابا؟ وضحت؟ نعم دكتور. ماشي.
بس راح نشيلكم على البيرت اللي هو بروجرام ايفالويشن ريفيو تكنيك. انتوا دارسين احصاء ماخذين الاحصاء بابا انتوا ايه دكتور اخذنا؟ جيد جدا، معناها النورمال ديستريبيوشن ماخذينه. مو محمود، محمد محمود نعم دكتور، ماخذين احصاء مو نعم دكتور، ماخذين نورمال ديستريبيوشن؟ ما أتذكر دكتور، شو وقت اخذتوا انتوا الاحصاء؟ العام ماشي اللي هو التوزيع الطبيعي اكيد ماخذينه. من درسكم العام؟ مشكلة. المهم نرجع على الدرس مالنا. احنا لما بدنا نشتغل هسه باعمال كونكريت، اعمال الاسس، عفوا اعمال الفاونديشن، اعمال الاكسكافيشن الحفر والاسس، واعمال الكولومز الاعمده، هاي اعمال تقليديه كنا نعرف نخمن المده مالتها بالخبره المتراكمه. لكن تجي اعمال متخصصه ما مر علينا، يعني اعمال جديده او ظروف اخرى، هاي لازم نعرف ايش قد نخمن السعر. فنقول ناخذ ثلاث ارقام، ناخذ الام اللي هو الموست لايكلي المتفائل، والاي اللي هو نقول المثالي كلش، والبي اللي هو متشائم البسمستكس. هاي حتى نطلع التايم ماكو الاستيميشن مين مالهم. نجمع الاي زائدا الاربعه في ام زائدا البي، نقسمهم على سته، هذا راح يطلع هو هذا المتوقع. وعندنا انكم تعرفون الاس الستاندرد ديفيشن اللي هو البي ناقص الاي تقسيم 6. فلو كان عندنا هذا المثال جدول النتورك اللي هذا الموجود قدامكم، وكانت هاي الاي والبي والسي المتفائل والكل المتفائل والموست لايكلي والمتشائم، ها أريد نعرف شنو إمكانية المشروع إنه يخلص ب 33 أسبوع. إيش راح نسوي؟ عندنا هسه مثلا فعالية 1 2 فيها إيش قد؟ 6 و9 و15. ننزل هاي 6 و9 وال 15 الأي والبي والسي. هاي نقدر أطلع منهم التي إي؟ نعم أطلعهم، اللي هو أي زائد 4 أم زائد بي تقسيم إيش قد قلنا؟ تقسيم 6. فراح نطلع التي اي. الاس نقدر نطلعها، نعم الاس اللي هو البي ناقص اي تقسيم 6، بي ناقص اي تقسيم 6 راح يطلع 1.5. راح نكمل هذا الجدول مالنا، راح نطلع التخمين التايم الاستيميتد الاكسبكتد، وراح نطلع الستاندرد ديفيشن. ايضا عندنا الكريتيكال باث معروف عندنا، اللي هو راح نطلع اللي هو 1 3 5 7 8 10 11، لانه هو هذا الموجود اتفقنا نسوي طوخ او غير له، اللي هو 1 3 5 7 9 11. المده مالته مش قد راح يصير بموجب الشغل اللي سويناه. ماشي 1 3 ايش قد المده مالتهم؟ ايش قد؟ 4.3، وهنا 7.3، 1 3 4.3 هذا، و 3 5 7.3. راح نجمعهم بالكريتيكال باثر، الباث راح يطلع ايش قد عندنا المده مالتهم؟ 30 اسبوع
ونص. السؤال مالنا يقول شنو احتمالية انه هذا المشروع يخلص 33 اسبوع؟ اوكي، بالنورمال ديستريبيوشن نطلع قيمة الزد، الزد تساوي ان الاكس الاحتمالية اللي نحققها مال 33 اسبوع هنا يعتبر اكس، ننقص منه الميو اللي هو هاي 30 اسبوع ونص اللي هنا هسه انحسبت، ونقسمهم على الستاندرد ديفيشن اللي هو السيجما اللي هو سميشن مال الاس تربيع اللي هو هنا أنا تحت الجذر. فالسيجما ايش راح يساوي لنا؟ واحد تربيع زاد 1.33، هذا الواحد تربيع اللي هو منا جايبين الاس، وبعدين عندنا 3 5 1.33، فذن نربحهم ونسوي السميشن نحط تحت الجذر فطلعت 2.3. اذا الزد راح يصير ايش قد عندي؟ الاكس اللي هو 33 اللي انا مطلوب مني احتماليه ايش قد تحقق ناقص 30.5% اللي هو الاكسبكتد، ونقسمها على 2.3 اللي هو السيجما، راح يطلع عندي النتيجه 1.7. احنا عندنا بالنورمال ديستريبيوشن اكو عندنا جدول مال نورمال ديستريبيوشن مع اثنين المفروض العام اللي هو هذا النورمال ديستريبيوشن. هنا الزد ايش قد طلعت عندنا بالسؤال هذا؟ 1.17. فنروح شو نسوي؟ نشوف ال 1.17 بالجدول هنا ايش قد قيمته هنا؟ هاي شوفوا من الصفر للزد، الزد نمشي بيه افقيا، فراح يطلع لنا المساحه اللي جواه. فلو كان عندنا 1.17 هذا الزد 1.1 هذا، وال 7 منين طلعها؟ من هنا 0.01، يعني هنا ايش قد راح يصير؟ هاي 1.01، هنا 0.02، يعني هنا 1.02، نشر قدر يريد 1.17، فمعناها نجي هنا نسقطه ويا هذا، ايش قد راح يصير عندنا؟ 0.379، معناها هاي المساحة المظللة 0.379، وعندنا هاي وياها نضيف لها 0.8، فراح يصير 0.879. إذا احتمالية يخلص المشروع 33 أسبوع هي 0.879 اللي هي 87.9%. واضح بابا؟ حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال بابا؟ واضح دكتور، بس العفو هاي ممكن وين نستخدمها بالضبط؟ بيا أعمال، يا أعمال يعني تطبيقها الفعلي. قلت لك لمن عندك أعمال عندك مشروع ما متوثق يا هو اكزاكتلي ايش قد راح تصير المده مالته، اوكي؟ فراح يصير عندك مده تخمينيه اللي هي هنا 8 اسابيع، هنا 9 اسابيع ونص. اما انه من هاي المعادله مال اي والام والبي تحطها او انت من خبرتك. ورا ما تنزلهن تطلع اللونجست باث، يعني اللونجست باث اللي هو الكريتيكال باث المسار الحرج. كان عندك مجموعة 30 أسبوع ونص، أوكي؟ هذا بموجب التخمين مالك المتوقع. احتمالية إكمال 30 ونص إيش قد راح تصير؟ راح تقول 30 ونص ناقص 30 ونص وتقسمه على الستاندرد ديفيشن راح يصير صفر تقسيم هذا الرقم انفينيتي، فراح يبقى مثل ما هو، ف100%. بس لما اذا 33 راح يصير 33 ناقص 30 ونص
تقسيم السيجما راح يطلع 1.17. لما نروح لل وين ستاندرد ديفيشن حتى نعرف بهاي الزد ايش قد الاحتمال اللي راح يصير، راح نطلع المساحه المظلله نضيفها لهاي ال 50%. فانت يعني احتماليه انه تخلصه ب 33 اسبوع هذا المشروع اللي انت بخمسه بخمنه ب 30 ونص، احتماليه ايش قد؟ 87%. واضحه؟ تحليل احصائي هذا احتماليات المفروض ماخذينها الحال. اذا يرهم يعني على كل المشاريع، ماكو فد مشروع مخصص له. بالتاكيد 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 على كل المشاريع. ماشي؟ نعم واضح. هسه نروح على الدرس الاخير عندنا اللي هي البريسيدنس دايجرام ميثود. هذا الموضوع هذا بالضبط بالضبط نفس الفكره مال بار تشارت ونفس الفكره مال نتورك، بس التمثيل مالها راح يكون بهاي الصيغه. اكو فول برزنتيشن واكو سمبل برزنتيشن. الفول برزنتيشن المربع مالك يصير هاي، تحط هنا الاكتيفيتي ديسكربشن يعني تعريفه، اما فاونديشن او كولم، وهنا اللي فوق تحط ايرليست ستارت، وهنا ديوريشن ليتست ستارت، وهنا تحط التوتال فلو والاندبندنت فلو وباقي انواع الفلوت. النوعية الأخ اللي هو البسيط اللي راح نعتمد عادة بالمشاريع اللي بيه بس early start و latest start و description و total float و duration. فلو كان عندنا هذا المشروع بالنتورك الاكتيفيتي هي تعتبر 1 2، هنا ماك يعني من بداية الحدث 1 3 هي فعالية البي سي، في حين البي سي هنا هو هذا المربع مثله، يعني الواحد اثنين هي تكافئ هذا. اوكي؟ فاذا تشوفون هنا الفعاليه البي اس منو يتبعها؟ الان اي والان اس والاس اي. ايضا هنا فعاليه يتبعها الان اي والان اس والاس اي. زين. نحط الايرليست ستار باليسار، هنا الايرليست ستار مالها الفعاليه ايش قد؟ صفر، والليتست ستار صفر. التوتال فلوت من الجداول تعلمنا سابقا شلون نحسبه، من الجداول نحسبه بالنتورك من نفس الطريقه هنا صفر، والدوريشن مالته 4 وننزلهم باقيه، وها هي بهالبساطه البريسيدنس. يعرف نتورك يعرف يسوي هاي. اوكي؟ احد عنده سؤال على هاي بابا؟ احد عنده سؤال؟ يعني ما حد من نبلش الدرس الاقتصاد. هذا المثال اخذناه، بقعدنا هذا المثال بقيته مع البوستمنت انفستمنت. مرات عندك احد المشاريع عندك خيارين يعني يصير. فلو عندنا هذا المثال الانيشال كوست تصرف عليه بس انا يعني ات تايم كول تو زيرو ناقص 20,000 وبعدين ناقص 500 وبعدين ناقص 1000 وبعدين ناقص 1500 ناقص 200 ناقص 200 وناقص 200 ناقص 200 الى فتره محدده. والبديل الثاني تصرف 2000 اللي هي ناقص 2000 وبعدين تصرفها من 2000. شوف هنا 20 صارت 500، هنا لا بقت 2000 2000 2000 500 1000 1000. فنريد نشوف اي الخيارين افضل. فبنفس الطريقه هنا ممكن تنقص نقص واحد من واحد حتى تشوف الفرق مبرر. فنفس الشيء هنا 20,000 ناقص 2000 ناقص 18,000. ايضا بنفس الطريقه اضرب اطلع البريزنت وورث مالتهم. هنا ايش قد؟ 500 ناقص 2000 يعني عفوا يعني 2000 ناقص 500 ايش قد راح يصير الفرق مالهم؟
2000 ناقص 20 بناقص 18، 2000 ناقص 500 بالموجب ناقص 1500، هنا 20000 ناقص 1019، وكل واحدة نضربها بالفاكتور مالها وطلع لنا تبز. لما يتساوون نوقف، هنا تساوى كله بال200 ورا السنة السادسة، فنوقف عندنا لأنه كله راح يصفر عندنا. طلع عندنا الجواب سالب. لما يطلع عندنا الجواب سالب معناها الزيادة هاي هنا أنا غير مبررة، إذا الخيار الثاني أفضل من يعني المتسلسل البوستبون انفستمنت أحسن من ميديات انفستمنت. يعني أصرف 2000 ب 200 على شكل يعني صيانة مستمرة أحسن ما أصرف لي أوفر أول 20000 وبالنتيجة راح يخسر عندي المشروع. زين البريك ايفن بوينت نقطة في التعادل، ندخل بالمثال رأسا حتى يكون واضح عندكم القصد منه. لو كان عندي بالمثال هنا أنا هيكل حديدي ستيل ستراكشر وأريد أصبغه متروك من زمان، وعندي خيارين. الخيار الاول استخدم فرشات مال سين فرشه مال حاكي واحك الزنجار وبعدين اصبغه، والخيار الثاني طبعا كلفه الصبغ $1 لكل متر مربع، والخيار الثاني مال تنظيف انه اكو يسموه بكلاينج، ها جماعه الميكانيك يعرفوها، اللي هو يعني مثل التقشير. الصور احنا عندنا يعتبر الساند بلاس، يمكن هو هذا المقصود منه، ما متاكد. اذا هو عمليه تخليل يعني ترجمه مالته. الطريقه الاولى اللي بس نحك فرشه السيم لازم كل 5 سنين اعيد صبغه، بس الطريقه الثانيه لازم كل 10 سنين اعيد صبغه، يعني هاي المده ما تطول. بس الطريقة الثانية كلفتها أكثر بمقدار دولار من الطريقة الأولى، فنريد نشوف أيهما أحسن على المدى الطويل. أريدها جرافيكي يعني بشكل بسيط. هنا نجي نرسم السنوات، احنا عندنا على 5 5، يعني الفرشة تسيب كل 5 سنين نصبه، فخمسة 10 15، وبالطريقة الثانية اللي هي قلنا المقصود منها التخليل او التقشير نقول ساند بلاس كل 10 سنين. فاد تايم ايكول تو زيرو ايش عندنا؟ اول ما نستلم الستيل ستراكشر راح ننظفه اما بالفرشه او بالطريقه الثانيه. ايش قد فرق بيناتهم؟ $1. فاللي بالفرشه خلينا نفرض انه كلفته $1 على المتر. اذا ذاك كلفته ايش قد الطريقه الثانيه؟ زائد واحد، فراح يصير $2. زين بطريقة الفرشة كلش قد لازم نصبغ؟ كل 5. زين معناها بعد 5 سنين ايش قد راح تزيد قيمته؟ راح يصير $2، فنسقط $2. بعد 10 سنين $3، بعد 15 سنه $4، وراح يرسم عندنا هذا الرسم، هذا الخط مالنا. بالطريقه الثانيه اول شيء $2، بس ايش وقت الصبغ الثاني راح يصير؟ بعد 10 سنين نضيف دولار بعد 10 3. هاي نقطة التقاطع هي هاي نسميها البريك ايفن بوينت. التو الترناتيف يتساوون في هذه النقطة. زين ايش وقت نقدر طريقه ثانيه؟ ايش وقت لازم نصبغ بعد؟ بعد 20 سنه. بعد 20 سنه ايش قد نضيف له دولار لاخ؟ ايش قد راح يصير؟ $4. في حين بعد 20 سنه هذا ايش قد راح يصير؟ راح يصير اعلى. اذا الخيار مال الطريقه الثانيه اللي هي طريقه التنظيف تكون مكلفه اكثر، بس بالنتيجه على المدى البعيد كلفه الصبغ راح تتناقص. اذا يا هو افضل؟ الطريقة الثانية اللي هي اللي هي طريقة كلانج بروسيسز. اوكي، حد عنده سؤال؟
حطنا له سؤال بابا لو حتى تروح المثال الثاني. ها طلاب، لا دكتور ماكو سؤال. عندنا مثال آخر. لو فرضنا أنه عندنا نريد نمد خط بايب مال المياه أو أي أو نفط أو قطيفة، وعندنا 3 خيارات. طبعا طول الخط 750 متر. الخيار الأول نجيب بايب أبو 200 مليمتر القطر ماله، وكلفته الخط هذا 5000 دولار، بس كلفة الضخ مالته 0.52 دولار لكل ضخ بالساعة، يعني لكل ساعة ضخ. الخيار الثاني بمكان 200 مليم استخدم 250 مليم دايمتر، بس كلفته هذا شقد؟ 9000 دولار. كلفته أكثر بس كلفة الضخ راح تقل. هناك شاف عندي 0.52، هنا صارت 0.21 بالساعة دولار. والخيار الثالث بايب ابو 300 ملي متر، كلفة البايب 18000 دولار، بس الضخامة من كلفته راح تقل 0.1 لمقدار فائدة 12%. يريد يعرف، طبعا العمر النافع 20 سنة وبالسنة يستخدمون 500 ساعة ضخ، يريد يشوف ايش وقت تساوي البايبات من ناحية الكلفة وأيهما أفضل. نفس الشيء الطريقة، راح نرجع هنا نسوي هذا الجدول، دايمتر أبو 200 وأبو 250 وأبو 300، نطلع الكلفة مالتهم نوزعها على 20 سنة بفائدة 12%، لأنه كلفتهم مو بالبداية ايش قد كانت؟ واحد 5000 دولار، واحد 9000 دولار، واحد 18000. ال 18 بالطريقه القديمه نوزعها على ايش قد؟ على العمر النافع اللي هي ايش قد؟ 20 سنه، لفائده مقدارها 12%، فنستخدم يا فاكتور اي بدلاله البي. هذا الفاكتور راح نضربه بال 5000، فراح يطلع عندي 700 دولار بالسنه، 700 670 عفوا. وهذا الفاكتور نفسه نضربه بال 9000 لانه نفس العمر النافع، فراح يطلع لي 1205 دولار بالسنه. واخيرا ابو ال 300 ملي متر دايمتر اللي هو 18000 دولار سعره، نضربه بنفس الفاكتور فراح يطلع لنا 2410. لكن احنا بالسنه كم ساعه عمل عندنا؟ 5000. اذا بالسنه ايش قد راح نصرف على اجور ضخ من غير اجور البايب؟ 5000 ساعه بكلفه الساعه الضخ اللي 0.52 بالنسبه لابو ال 200، فراح يطلع لي 2600. إذا أبو ال 200 يحتاج لي بالسنة أصرف عليه بين كلفة بايب وضخ 3270. أوكي، البايب الثاني نفس العملية، أجور الضخ بالساعة 5000 ساعة مال اللي هي بالسنة، راح يطلع لي رقم 1050. نجمع ويا كلفة البايب بالسنة يطلع لي 2255، وكذلك البايب الأخير راح يطلع لي 2910. بس إذا أريد نمثلها هنا أنا بالرسم، at time equal to zero كلفة البايب أبو ال 200 ايش قد بالسنة؟ 670، نزلنا هنا 670، وأبو ال 250 كلفته 1205 اللي هو هذا، والبايب أبو ال 300 كلفته 2410. أوكي، at time equal to 1 year يعني بعد 5000 ساعة عمل، ايش قد راح تصير الكلفة مال ابو ال 200؟ 3270. 3270 يعني راح تجي لي فوق. في حين ابو ال 250 ايش قد؟ 2255 اللي هو هاي. امد خط وامد خط. وابو ال 2000 ابو 3000 ابو 300 لتر ايش قد كلفته؟ اللي هو هذا 2910. اوكي،
زين البريك ايفن بوينت راح يصير عندنا بالنسبه بين ابو ال 200 وابو ال 250، تقاطعهم هنا والنزله هنا راح يطلع عندنا 1725، في حين البريك ايفن بوينت اللي بين ابو ال 200 وابو 300 راح يصير هنا تقاطعهم راح يصير على 4143. هاي بالرسم نطلعها، اما اذا نريد نطلعها حسابيا احنا ايش راح يصير عندنا؟ هي نقطة التعادل بالكلف بين البايب ابو ال 200 وبين بايب ابو ال 250، فايش راح نسوي لنا؟ الكلفة مال ابو ال 200 ايش راح يصير؟ الكلفة الابتدائية اللي هي 670 زائدا ايش قد؟ كلفة الضخ بالساعة في اكس ساعات. احنا نريد نعرف كم اكس ساعة يتعادلون. اما ابو ال هذا ويا ابو 300، اما ابو 300 فهي 2410 الضخ مال 0.1 في اكس طرفين بوسطين، طلعت الاكس عندنا 4143 اللي هو هذا. ونفس الشيء هسه بين ابو ال 200 و والاخ منه بالله 1205 بين ابو ال 250 وبين ابو ال 300 التعادل مالتهم راح يصير 10955 اللي هو راح يصير هنا. الرسم لازم يتكبر حتى يصير واضحه، هذا راح يجي هيجي وهذا راح يجي، راح يقاطعون هنا على بعد سنه سنتين، العفو سنتين ثلاث سنين ثلاث اربع سنين الا شويه، لانه السنه خمسه 5000 فهاي 10900 العفو، يعني معناها سنتين وشويه. واضح بابا لو عيد؟ واضح لو عيد؟ دكتور بس عيد هاي المقارنة الأخيرة. المقارنة الأخيرة، احنا المقارنة الأولى بين ال 300 طبعا بالرسم واضح عندكم مو؟ نعم دكتور. بالرسم راح تسوي بال 5000 وتمثل بس منا بال الورقة تعرضها وتسويها لحد الفد 15000 ساعة، يعني 5000 3000 وتمد الخط، فاوتوماتيكيا مثل ما التقوا الأزرق والأخضر هنا والأحمر والأزرق هنا على بعد نقطة هنا راح يلتقون الأخضر والأحمر. لما تنزلهم مواقع الحارة راح يطلع 10955، بس احنا اذا نريد نطلعها حسابيا نفس الطريقة القديمة ايش قد كلفة البيرير؟ 1205 زائدا كلفة الضخمة اللي ايش قد هي؟ 0.21 في الاكس المدة الساعات، وهنا ايش قد؟ 2410 زائد هنا 0.1 الكلفه مالته في الاكس طرفين بوسطه راح تطلع عندنا الاكس اللي هي 10955. واضح؟ تمام واضح. هسه عندنا عندكم الليكتشر الثامن التاسع اترك لكم اياه ورا الامتحانات عندكم باضافي، وما راح يكون امتحان بس هذا الليكتشر راح يطب الدبريشيشن لانه كلش مهم. الاندثار كلكم سامعين بالاندثار، يعني حتى لو ما سامع بيه كمصطلح بس كلكم تعرفونه. اي حاجه تشتريها اليوم جديده لها عمر، يعني على مستوى نحكي السياره تشتريها صفر اليوم موديل سنتها، بعد 10 سنين تصير يعني غير مفيده، يفضل انه تنباع سكراب. خلينا نقول ماكينه الحلاقه مال الشعر للرجال راح يشتريها اليوم نقول مثلا ب 50000 دينار وراح تبقى عنده جزء 4 سنين وتنذب ورا الاربع سنين. عمليه استهلاكها هو هذا الاندثار مالها راح يصير، راح توصل مرحله الى انه بعد سنتين ماكينه الحلاقه واربع سنين تصير غير نافعه، بقى بيها سالفج فاليو او ما بيها هذا بحث ثاني، يعني هذا
بعد 4 سنين لما يخلص عمرها وما تفيد، ممكن تنباع لو تنذب، فاذا تنباع لها قيمه سالفج فاليو، واذا ما تنباع فقيمتها صفر. الاندثار ديبريشيشن هو اللي نشوف كل سنه ايش قد يندثر من هاي الماكينه او من هاي السياره او من هاي المعده. فلو كان مثلا على السياره، فلنفرض ان السياره اشتريناها اليوم بقيمه، او مو سياره نقول حفاره، بقيمه 100,000 دولار، وعمرها النافع 8 سنوات، وبنهايه السنه الثامنه تكون قيمه البيع مالتها هاي الحفاره 20,000 دولار، معناها ايش قد يتناقص قيمتها بالسنه. فايش راح نقول؟ بابسط انواع الدبريشيشن 100,000 ناقصا ايش قد؟ ناقصا ال 20,000 مال القيمه النهائيه مالته يصير 8,000، تقسيم 8 سنوات 10,000، يعني كل سنه ينقص من قيمته ايش قد؟ 10,000. فبالسنه الاول ما نشتريها قيمتها 100,000، بنهايه السنه الاولى ايش قد راح من قيمتها؟ 10,000، معناها ايش قد راح تصير قيمتها بالسوق؟ 100 ناقص 10,000 ايش قد راح يصير؟ اذا اريد ابيعها نجعل هذا المثال ما يخالف. عندنا هنا فد آلية أو معدة قيمتها 10,000 دولار، وعمرها النافع 8 سنوات، والسالفج فاليو مالتها بعد 8 سنوات 2,000 دولار. نريد نعرف الاندثار، فايش راح نقول؟ 10,000 اللي هي شنو؟ قيمتها ات تايم كوست زيرو اللي هي سعر البيرتشز برايس، ننقص منها سالفج فاليو ال 2000 ونقسمهم على 8، ف10 ناقص 2000 8,000، تقسيم 8 1,000 دولار. الدبريشيشن السنه معناها ايش قد؟ 1000 دولار. بالسنه نهايه السنه الاولى 1000 دولار، نهايه السنه الثانيه 1000 دولار، وهكذا نهايه السنه الثانيه 1000 دولار. فالبوك فاليو القيمه الدفتريه ات تايم كورتو زيرو اول ما نشتريها، القيمه الدفتريه مال هاي المعده ايش قد كان قيمتها؟ ايش قد؟ 10,000. 10,000. بنهايه السنه الاولى ايش قد قيمه الاندثار مالها؟ 1,000 دولار. اذا بنهايه السنه الاولى ايش قد راح تصير القيمه؟ 10,000 ناقص 1000 ايش قد راح تصير؟ 9,000. اللي هو هذا اريد ابيعها اني بنهايه السنه الاولى 9,000، زين. اذا بقيتها وما بعتها الاندثار مالي بموجب هاي الطريقه اللي هي اسمها ستريت لاين ميثود، 9,000 ناقص 1000 ايش قد راح يصير؟ 8,000. اذا نهايه السنه الثانيه البوك فاليو اللي هي القيمه الدفتريه مال هاي المعده راح تصير 8,000، 8,000 ناقص 1000 بنهايه السنه الثالثه، وهكذا الى ان نوصل للسابعه قيمتها الدفتريه 3,000، نطرح منها 1000 مال الدبريشيشن ايش قد بقت؟ 2000، اللي هي نفسها شنو هاي؟ السالفج فاليو. اوكي؟ هاي سهله، هاي اسهل انواع الديبريشيشن. النوع الاخر ديكلاينينج بالانس ميثود. الديكلاينج هي نسبه التناقص بالكلفه بالقيمه مال المعده. الدي شو راح نطلع؟ 1 ناقصا تحت الجذر مرفوع، يعني الجذر الان السالفج فاليو على البيرتشيز برايس، ها راح تطلع لنا قيمه دي. فلو لنفس المثال هذا السالفج فاليو مالتنا ايش قد؟ 2000 تقسيم الفي اللي هي 10,000 نجذرها للقوه 8 مال 8 سنوات ان، راح يطلع لي الان ايش قد راح يطلع لي الدي؟ هنا راح ايش قد راح يطلع لي؟ راح يطلع لي 18.2، نقربها لل 20% عادة. الطريقة منا مالتنا راح تصير كالآتي. عشرة آلاف ديبريشيشن مالها ايش قد؟ 20%. اوكي؟ يعني ايش قد راح يصير قيمة الديبريشيشن بالسنة الأولى؟ ايش قد؟
2000 2000 10000 في بوينت 2 2000. اذا قيمه دفتر ايش قد راح تصير؟ 8 صح؟ زين ال 8 نضربها في بوينت 2 حتى تطلع الاندثار مالها ايش صار؟ 1600 اوكي 8000 ناقص 1600 3400 نضربها في بوينت 2 الى ان نوصل للسبعه. القيمه الدفتريه ات ذا اند اوف ذا 7 يير 2000 وش قد؟ 2097 2097 2097 في ايش قد؟ في بوينت 2 ايش قد يصير؟ 419 زين أربعمية وتسعتاش، 416 يعني 2097 ناقص 419 قد يصير؟ ناقص ايش قد قلنا؟ 419 مو؟ 1600 يصير؟ لا دكتور إذا وين راح السؤال؟ لانه لازم صار يكون لي 2000 عندي 2000 فالمفروض ناش قد يصير ديبريشيشن حتى يشتغل صح؟ اصححها ما اسوي 400 يعني ما اسوي 2097 في بوينت 2 اعدله ايش قد؟ اسوي 97 فحتى يصير 2097 ناقص ايش قد؟ ناقص 97 حتى يصبح على 2000 فهذا الرقم ايش قد يتعدل يصير؟ ايش قد يصير؟ ايش قد يصير؟ 97 دكتور 97 واضحة؟ واضحة بابا؟ واضحة بالملزم مالكم ايضا صححوا هذا الرقم. هاي طريقة الديكلايننج ميثود. اوكي؟ هسه طريقة السم اوف ديجيتس. السم اوف ديجيتس كالآتي، نطلع sum of digit. كم سنة عندي يعني نفس المثال، كم سنة عندي العمر النافع؟ ثمانية 8. هاي يسموه طريقة الكسور. شو نسوي؟ 1 زائد 2 أريد أطلع المقام. 1 زائد 2 وياي 1 و2 صوتي ما بيوصل. العفو دكتور، ايش هي طريقة الكسور قلت لنا؟ هسه دا اعلم لكم اياها. نجمع عدد السنوات 1 و2 ثلاثة و3 ستة و4 داعش آه عشر عفوا و5 آه 15 و6 21 و7 28 و8 36 هذا المقام مال 36. هاي اول بداية الحل. المقام مال الفراكشن مالنا راح يكون 36. At time equal to zero ما عندي كسر.
at time equal to 1 8 اللي هو جيب لي 8 صعد لي فوق مقسمه على 36 at time equal 2 7 مقسمه على 36 بحيث لما نوصل لاخر سنه ايش قد راح يصير؟ 1 على 36 وضحت الفكره؟ نجمع السنوات مالتي 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 مجموعه مش قد 36 المقام باول سنه اذا كان عندي لانه 8 فاول سنه الكسر ماله قد 8 على 36 ثاني سنه 7 على 36 الثالثه 6 على 36 الى ان اوصل الثامنه يصير 1 على 36 اوكي بحيث لما تجمع الكسور مع بعضهم مش قد يصير الناتج مالهم 1 وضحت الفكره لو اعيد اعيد بابا واضحه دكتور زين هسه شو نسوي جيب الحاسبه 10000 ناقص 2000 8000 فيه 8 تقسيم ايش قد؟ 36 ايش قد يصير؟ 177 هاي ديبريشيشن مال اول سنه 10000 ناقص 1700 قرب 78 اوكي زين هسه وراها هذا رقم بي من اضربه في 7 على 36 راح يطلع لي هذا الديبريشيشن اطرح واحط اطرح واحط الى ان نوصل هنا 2 2 2 2 في ايش قد؟ 1 تقسيم 36 ايش قد يصير؟ راح عفوا آسف 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 تبقى 8000 في 7 تقسيم 36 955 يبقى يعني العشرة البي ناقص الاس دائما فهنا 222 نطرحها من منو؟ من 8000 في 1 تقسيم 36 يساوي لنا 22 نطرحها من ال 222 فتبقى 2000 يبقى 2000 هاي طريقة ال sum of digits أعيد أول مرة أجمع عدد السنوات أعتبره مقام 36 وأحط البسط الأول 8 اذا كان عندي 8 سنوات اذا كان 10 يصير 10 وهكذا 8 على 36 7 على 36 والديبريشيشن راح يصير القيمه الشراء ناقص السالفج فاليو في 8 على 36 ونفس القيمه 8000 في 7 على 36 ننزل الديبريشيشن وابدا اطرح 10000 ناقص ديبريشيشن هذا يطلع لي البوك فاليو هاي البوك فاليو ناقص ديبريشيشن يطلع لي هاي البوك فاليو وهكذا لاني اوصل للجهه اعيد النوب لا دكتور واضحه الطريقه الاخيره السينكينج فان اللي هي نفس الطريقه القديمه اللي نجي داول نعتمد عليها الطريقه مالتنا الديبريشيشن ايش تساوي لنا؟
قيمة الشراء اللي هي البي ناقص الاس نضربها بمن؟ بالاي بدلالة الاف. فنجي هنا نروح على جدول التيبل مالنا اللي هو ايش قد؟ تيبل هذا وين هذا؟ احنا ايش قد عندنا؟ 10% مو؟ ايه دكتور 10%. وكم سنة؟ 8. الاي بدلالة الاف هاي مو كوبي زين. هسه نضرب 8000 بهذا الرقم. ستمائة وتسعة عشر سبعمائة، كل سنة ديبريشيشن 700 أوكي، فعشرة آلاف ناقص 700 9300 ناقص 700 8000 وكسر إلى أن نوصل لهنا 2000. هاي طريقة السينكينج فان ميثود. عيثة بالسينكينج فان ميثود البيرتشيز برايس ال 10000 ناقص السالفج فاليو هنا 2000 نضربها بالاي بدلاله الاف لاي اللي هنا عندنا 10% ولي ان اللي هي ايش قد؟ 8 سنوات. نطلع الدبريشيشن ننزلها هنا دبريشيشن 700 700 وننزل بوك فاليو ونطرح واحده من اللوخ. اكو سؤال؟ اكو سؤال طلاب؟ اكو سؤال؟ ماكو سؤال؟ إذا ماكو سؤال ناخذ سكرين شوت ال 15 واحد الموجودين ناخذ لهم صورة. تميسا وياكم الجناية نغيركم البقية نوقف التسجيل. بس قبل ما نوقف التسجيل موعدنا الامتحان القادم بالمادة هاي اللي أخذناها بعد ذاك المد إلى وين ما وصلنا، وراح يكون ينجم ويا المد الثاني ويتقسم على اثنين، وعندكم كويز زين وأنا راح أقدر الحضور مالكم إن شاء الله والمشاركات مسجل المشاركين يعني. أكو سؤال؟ ماكو سؤال بابا؟ دكتور بس نزل لنا تسجيل هذه المحاضرة. نعم؟ تسجيل هذه المحاضرة نزل لنا إياه. أكيد أنزلها إن شاء الله. عندكم سؤال بابا؟ لا دكتور ماكو سؤال. شكرا جزيلا. موعدنا السبت القادم بالامتحان إن شاء الله. تحياتي.